واحد بيقول بقى في برنامج تلفزيوني ان شخص ما مخاوي روح نسائية. روح بني ادم ولا روح شيطان؟ لو كان شيطان ما فيش شيطان امرأة وشيطان رجل. روح نسائية دي بعد ما ماتت روحها بتعكس الرجالة. دي تبقى مصيبة صحيح. يا ابني ما تصدقش حكاية مخاوي ولا مخوية. واحد مخاوي روح نسائية ويمارس معها الحياة الزوجية، يمارس الزنا مع روح، الروح ليس له جسد. الزنا يعني جسد مع جسد. فإذا كان روح يبقى زي روح يزن. كروح مش ممكن إلا لو الروح أخذ جسدا. ويبقى أخذ جسد منين؟ ولو أخذ جسد يبان ولا ما يبان شيء؟ هو كروح مش باين، لكن لو خد جسد يبان. ما تصدقوش الحاجات اللي في البرامج التلفزيونية دي. بيقولوا كان هناك علماء دين إسلامي لم يستطيعوا أن يكذبوا هذا الشخص لدرجة أنني شعرت أن هذا الشخص يتكلم بالصدق. هو المسلمون يرون في الأرواح أن هناك ملائكة وشياطين وجن، وبيقولوا الجن ده ممكن يشتغل في الشغلانة.